كان الاداء عادي جدا من وجهه نظري، كان مميز جدا محمد فاروق، وكانت المباراه سهله عليه الا كوره واحده. دي كانت كوره مثلا، دي من ضمن الاخطاء فاروق قدامه، برضو دي من ضمن الحاجات نقول عليها بتاعت كابتن جهاد جريشه. الكره جت في ايد اللاعب رامي ربيعه، جت هنشوف كمل ارجع لي الاول. دي جت في رجله وفي فخده، يبقى كده اعاده سليمه تمام، لان هي جت في رجله وفي ايده، فما حسبهاش. سيبكم الشماريخ دي قصه تانية بقى، هنشوف اخرتها في الشماريخ، لان الموضوع قلب لعند، وموضوع قلب لفرض سيطره وعناد، وانا همشي كلمتي، سواء ادي جماهير الاتحاد السكندري وقبليها جماهير النادي الاهلي وبعديها جماهير نادي الزمالك اللي كانت بتلعب في السويس، اللي هي يعني صاحبة صناعة الشماريخ في مصر، محافظة السويس. تعال نشوف دي بقى. كابتن فاروق، مع احترامي لحضرتك، انت ما حسبتش دي ضربة جزاء؟ هل انت مكسوف مثلا يقولوا اصل كابتن فاروق كل ماتش يحسب للاهلي ضربة جزاء؟ يعني ده الكرة ضربة جزاء مليون في المية، شفتها بره ليه؟ ومش عيب الاهلي يكون كسبان 2-0 تحسبه ضربة جزاء عشان يكسب 3-0؟ يعني الماتش امبي كان فيه ضربة جزاء للاهلي ما احتسبتهاش. الماتش ده كان فيه ضربة جزاء من جوه وشد الفانيلا من جوه. يعني ما حاولنا نشوف حل انها من بره. تعال نرجع، هل العادة من بره؟ استنى. هل العادة من بره ولا جوه يا جماعة؟ نشوف. ادي دلوقتي اهو. لو داس على الخط يبقى من جوه. الشد اهي داس على الخط والشد مكمل. وشد الكرة من جوه، وكرة ضربة جزاء مليون في المية. معرفش الكابتن محمد فاروق كان ليه رأي آخر. حتى جوزيه اتجنن بعد الكرة دي، يعني قعد يخبط ايد في ايد ومش عارف يعمل ايه مع الحكام. كابتن سيد عبد الحفيظ على فكرة بعد المباراة سلم مع الكابتن محمد فاروق، وبرده دي هتخش في نفسيات. انا ممكن بعد الماتش اكون متعادل، يعني الماتش اللي قبليه راح للكابتن سمير عثمان، شاف في ساعه كابتن سمير قال له الوقت، كان عشان كان تعادل مع الجونه اعتقد، او مش فاكر بتروجيت ولا الجونه، ولكن في الماتش ده كسبان، كسبت خلاص مش مهم، هتفرق معايا بقى ضربه جزاء ما اتحسبتش ضربه جزاء. حتى زمالك الماتش اللي فات عشان تعادل مع طلائع الجيش، لو كسبان كان الموضوع هيختلف، مش هيكون في كلام قوي على التحكيم.